السلام عليكم أطفال صف الروضة الثالثة. مع المشروع الثالث صحتي بيئتي، شريط تعليمي في المجال اللغوي الكتابي، قصة مازن الرياضي والنظيف، حرف ميم والياء. لهذا الشريط التعليمي نحتاج إلى كتاب القراءة، قلم رصاص وممحاة، ودفتر المادة. لنقرأ أقرأ الكلمات والجمل. أقرأ الكلمات: را مي را مي، تقرأ رامي. مي را مي را، تقرأ ميرا. را ما دو، را ما دو، تقرأ رمادو. ت ما را ت ما را، تقرأ تمارا. ع مي رو، ع مي رو، تقرأ عامرو. أقرأ الكلمات: عام مزمار تمور مزارع. أقرأ الجملة: عاد عماد من دار مازن. والآن نشاط كتابي، نحضر القلم الرصاص ودفتر التمارين. صفحة 63. أولا ألون حرف الميم مش مش. التمرين الثاني أرسم دائرة حول حرف الميم. التمرين الثالث أرسم دائرة حول الحرف ميم بأشكال مختلفة. أيضا ماذا علينا أن نفعل؟ تعرفنا على أشكال حرف الميم. صفحة 64 بين السطرين من اليمين إلى اليسار علينا أن نكتب حرف الميم بأشكال مختلفة، وأيضا مع الأصوات القصيرة والطويلة. أحبائي الصغار، نقرأ الكلمات الجمل، وأيضا نكتب حرف الميم الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة. عملا موفقا، وإلى اللقاء.